طبعا هدف الفوز والانتصار للنادي الاهلي جه من مهارة فردية بحتة لمجدي قفشة، قدر يستغل الكرة المرتدة من دفاع نادي الزمالك وحطها وصوب تصويبة أشبه كده بهدف الكابتن محمود الخطيب الشهير في مرمى كتوكو، فيرست تايم شوت فظيعة راحت. طبعا كان صعب جدا على أبو جبل إن هو يعمل لها حاجة. حاجة اللي عايز أقولها برضو في تكتيك النادي الأهلي، مروان محسن النهاردة كان غايب تماما عن اللقاء، ما قدرش إن هو يقدم شيء يفيد بيه الفريق. ليه؟ لأن هو رمى نفسه في أحضان محمود علاء أو محمد عبد الغني، وفكرة محطة اللعب كانت ما كانتش ناجحة، لأن دي مش أسلوب النادي الأهلي. ممكن تعملها مرة مرتين مع الاستحواذ، لكن النهاردة أسلوب النادي الأهلي اتغير تماما بسبب عدم الحفاظ على الأسلوب ده من بداية المباراة. أنا شايف الهدف الأول أضر النادي الأهلي أكتر ما فاده، لأن اللعيبة فقدت ثقتها، بدأوا يركزوا تماما في حتنا عايز أحافظ على الهدف، عايز أحافظ على الهدف، فارجع واعمل أنت زون ديفنس، سيب الزمالك يطلع بالكورة، فسبت لهم الكورة فقدروا أن هم يعملوا عليك الجيم ده. لكن مهارة قفشة الفردية قدرت أن هي تحسم المباراة في النهاية للنادي الأهلي، بعد برضو الفاول اللي هو شوطه، كان فاول برضو كرة ثابتة حلوة قوي، شاطها بطريقة مميزة جدا، وكان واضح ان قفشة حاسس ان هو يقدر يعمل حاجة من التسديدات، وفعلا ربنا سبحانه وتعالى وفقه في الهدف. طبعا بعد الهدف شكرا، مباراة تقريبا خلاص انتهت.